نشرة الأخبار من التلفزيون العربي في لندن وفي عناوينها: قتلى وجرحى في تفجيرين انتحاريين استهدف مقرا لحزب البعث في حماة، واستمرار القصف الروسي والسوري على مناطق عدة في حلب وريفي إدلب ودمشق. المحكمة العليا الفلسطينية تقرر عقد انتخابات محلية في الضفة دون غزة، وكتلة حماس البرلمانية تستنكر القرار. ومعارك بين الحوثيين والجيش اليمني في الجوف، والمقاومة الشعبية تستعيد السيطرة على مناطق غربية عزة. أهلا بكم. أعلن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية عبر موقع وكالة أعماق التابعة له مسؤوليته عن تنفيذ 3 تفجيرات استهدفت منطقة الحزب الجديد ومبنى قيادة الشرطة في مدينة حماة. ونقلت مواقع إخبارية عن محافظ حماة قوله إن شخصين على الأقل لقي مصرعهما وأصيب 12 آخرون في هجومين انتحاريين. هذا وقال مصدر في قيادة الشرطة إن التفجيرين نفذهما انتحاريان كانا يرتديان حزامين ناسفين، وأكد إصابة أحد مراسلي وكالة سانا الرسمية في أحد الانفجارين، بينما ذكر نشطاء سوريون أن أحد التفجيرين وقع قرب فرع حزب البعث الحاكم في ساحة العاصي وأسفر عن مقتل عسكري واحد على الأقل. قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن قوات النظام والميليشيات الموالية له حققت تقدما شمال حلب واستطاعت السيطرة على مستشفى الكندي. في غضون ذلك شنت طائرات النظام وطائرات روسية سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في حلب وريف إدلب وريف دمشق وخلفت عشرات القتلى والجرحى. بعد تدميره قوات النظام والميليشيات الموالية لها تقتحم مستشفى الكندي. عدستهم تتجول في أروقة المستشفى أو ما تبقى من أطلالها، تتفقدها ركنا ركنا. المستشفى الواقع إلى الجنوب الغربي من مخيم حندرات للاجئين والمخيم وأجزاء من منطقة الشقيف الصناعية، كل تلك المناطق الواقعة شمال حلب تحاول قوات النظام اليوم إحكام سيطرتها عليها. هنا لا يقف هؤلاء الرجال على أطلال حي مدمر، بل يحاولون استيعاب هول الصدمة. لمن لا يعرف، هذا ما تخلفه القنابل العنقودية إذا ما سقطت على حي سكني. يروي أهالي حي الأنصاري في حلب أنهم لم يناموا ليلتهم أمس ولا الليالي التي سبقتها، فقصف المقاتلات الروسية وطائرة النظام كان شديدا. حال حي الأنصاري هو ذاته حال أحياء حلب الشرقية المحاصرة، فالقنبلة العنقودية تنزل في مكان واحد، لكن شرها ينشطر وينشطر وينشطر. يلاحقها رجال الدفاع المدني، والمهمة التي يسعون لإدراكها بعيدة وعنوانها أبعد. قرية كرسعة ناحية كفر نبل في منطقة معرة النعمان بمحافظة إدلب. عنوان بعيد آخر في إدلب طالته القنابل العنقودية وسعى خلفه رجال الدفاع المدني. بلدة التمانعة قطاع خان شيخون معرة النعمان. الرد على هذا القصف كان حاضرا، ووجهته مطار حماة العسكري، فمنه تنطلق الطائرات التي تقصف حلب وريفي حماة وإدلب. بالأمس عززت حركة أحرار الشام من عتادها في ريف حماة الشمالي، هم جاهزون اليوم للرد بصواريخ جراد. وبين الفعل ورد الفعل تترقب الأعين سماء المدن، فمنها يهطل موت جال ليلة أمس بين أبنية سكنية في مدينة عريبين بريف دمشق فخلف 4 قتلى من المدنيين. اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة بالغموض في موقفها من فصائل المعارضة المسلحة في سوريا، وأكد أن بلاده تسعى لتطبيع الأوضاع هناك. وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الروسية موسكو إن بلاده قلقة بشأن الوضع في سوريا وبشأن الآلية التي تنفذ بها قرارات الأمم المتحدة، مشددا على أن هناك أطرافا داخل سوريا وخارجها تتصرف دون اعتبار للمقررات الأممية. أكد الجيش التركي مقتل 15 مقاتلا من فصائل المعارضة السورية وإصابة 35 آخرين في اشتباكات عنيفة خلال 24 ساعة الأخيرة مع ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية شمال محافظة حلب. وأضاف الجيش في بيان له إن 13 مسلحا من عناصر التنظيم قتلوا في 11 ضربة جوية
ضمن العمليات التي تهدف إلى إبعاد التنظيم عن الحدود التركية. إلى العراق، حيث لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 40 آخرين في هجومين انتحاريين استهدفا موكبين للشيعة في منطقتين مختلفتين ببغداد، كما لقي 11 آخرين مصرعهم جراء انفجار عبوتين ناسفتين في بغداد، حيث انفجرت الأولى وهي عبوة لاصقة وضعت في سيارة موظف في مجلس الوزراء في منطقة الحرية الشرقية أو الحرية شمال غربي بغداد، ما أدى إلى مصرع الموظف الذي لم يكشف اسمه على الفور، فيما قتل 10 أشخاص على الأقل وأصيب 7 آخرون في انفجار عبوة ناسفة ثانية في سوق بمنطقة سبع البور شمالي بغداد. من بغداد ينضم إلينا مراسلنا شفيق عبد الجبار. إذا شفيق، نقف معك عند تفاصيل التفجيرين اللذين ضربا العاصمة بغداد وحصيلة الضحايا حتى الآن. نعم، يعني بالرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذتها الأجهزة الأمنية العراقية في العاصمة العراقية بغداد، إلا أن هنالك ثمة يعني انحدار أمني في بعض مناطق يعني العاصمة العراقية. أول الانفجارات حدث في حي العامل صباح هذا اليوم، واستهدف سوقا شعبية كانت حصيلته بحسب المصادر الأمنية مقتل 6 وإصابة 18 آخرين بجراح مختلفة، وهو يعني انفجار بحزام ناسف يرتديه انتحاري. وبنفس الأسلوب وبنفس الطريقة تم التفجير الثاني في منطقة المشتل الواقعة شرقي العاصمة العراقية، حيث فجر انتحاري نفسه في مرآب للسيارات في منطقة المشتل. كما أسلفت، الواقعة شرقي العاصمة العراقية كانت حصيلته مقتل 4 وإصابة 17 آخرين، وهنالك انفجار آخر وردنا قبل قليل في منطقة الدورة الواقعة إلى الجنوب من العاصمة العراقية، حيث انفجرت عبوة ناسفة على موكب حسيني. كما هو معلوم أن الانتشار يعني المواكب الحسينية في العاصمة العراقية بغداد وفي عدة محافظات عراقية مع بداية شهر محرم من السنة الهجرية، وهنالك يعني هذا ما يستغله عناصر ما يعرف بتنظيم الدولة، يعني يستغل تلك المواكب والتجمعات الحسينية لاستهدافها من قبل الانتحاريين في محور قتالي وهو مهم، المحور الغربي، حيث أعلنت قيادة عمليات الأنبار عن استحواذها لمنطقة البوعساف، وهي المنطقة الاستراتيجية التي تفصل مدينة الرمادي عن جزيرة الرمادي مما يعرف بتنظيم الدولة. من بغداد مراسلنا شفيق عبد الجبار، شكرا جزيلا لك. تستمر المواجهات العنيفة منذ فجر اليوم بين مسلح الحوثي وصالح من جهة والجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة أخرى في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف شمالية شرقي اليمن. وقالت مصادر ميدانية إن المعارك اندلعت عقب هجوم مسلح الحوثي وصالح على مناطق الهيجة والزرقة والساقية والعقبة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين. إلى ذلك شنت طائرات التحالف العربي غارات عدة على مواقع للحوثيين في مديرية المصلوب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم. كما استهدفت غارات أخرى للتحالف تجمعات لمسلح الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء. إلى ذلك تشهد الجبهة الغربية في مدينة تعز جنوبي اليمن اشتباكات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية التي سيطرت على مواقع جديدة في المنطقة وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. للأسبوع الثاني على التوالي، والمعارك العنيفة في مدينة تعز متواصلة بين مسلحي الحوثي وصالح من جهة والمقاومة الشعبية المسنودة بطيران التحالف من جهة أخرى، والحصيلة سقوط العشرات من القتلى والجرحى من الطرفين. المقاومة الشعبية تقول إنها سيطرت على 3 مواقع جديدة غربي المدينة بالتزامن مع وصول تعزيزات كبيرة للحوثيين. المناطق الريفية جنوب شرقي تعز كانت من جهتها مسرحا لاشتباكات وقصف مدفعي عنيف بين الطرفين، كونها تمثل البوابة المطلة على المحافظات الجنوبية. وفي المقابل لم تسلم الأحياء السكنية للمدينة من القصف العشوائي، ما تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى أغلبهم من الأطفال. جاء قذيفة من جهة الحوبان وقاوا تروع النساء والأطفال لداخل البيوت بوادي القاضي بشعب سلمان، وعيال وابني هذا من ضمن اللي كانوا بالشارع،
وقال له اثنين توفوا ويبني دوينه قريح. لم يعد يأمل سكان تعز في انفراج قريب لأزمتهم، خصوصا أن المعارك التي تقترب من عامها الثاني تعد الأطول في محافظتهم من بين المحافظات اليمنية الأخرى. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. أصدرت محكمة العدل العليا الفلسطينية اليوم قرارا يقضي باستكمال إجراء الانتخابات في الضفة الغربية استنادا لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني عام 2016، واستثنت المحكمة في قرارها قطاع غزة. والمزيد في هذا أو حول الموضوع مع تقرير يرى العملي. محكمة انتخابات محلية كان ينظر إليها على أنها ستكون خطوة أولى نحو إنهاء الانقسام الفلسطيني الذي يلقي بظلاله على الفلسطينيين في شقي الوطن منذ 10 سنوات، وخطوة تمهيدية لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية. لكن قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الذي صدر اليوم وقضى بإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية دون قطاع غزة جاء عكس ما كان متوقعا، وهو بحسب كثيرين تكريس وتعزيز للانقسام. على الحكومة أن قبل إجراء الانتخابات في منطقة غزة أن تسعى إلى إنهاء الانقسام وحل معضلة عدم شرعية القضاء المعينين هناك، واتخاذ الإجراءات لخلق قضاء شرعي وتوحيد القضاء فيما بين الضفة الغربية وقطاع غزة. هذا القرار جاء بعد أن تقدم محام فلسطيني بدعوى لمحكمة العدل العليا طلب فيه بوقف الانتخابات لعدم شرعية القضاء في قطاع غزة وعدم شمول الانتخابات مدينة القدس. إجراء الانتخابات بصيغ قضائية لا تتفق مع القانون الأساسي ولا تتفق مع القانون القوانين المرعية هو بحد ذاته ما يجسد الانقسام، لكن المحكمة دعت الحكومة وكلفتها باتخاذ كل الإجراءات التي تضمن إجراء الانتخابات في قطاع غزة. ومن المفترض أن تبدأ لجنة الانتخابات المركزية بالترتيب لموعد جديد تجرى فيه الانتخابات. توالت ردود الأفعال عقب صدور قرار محكمة العدل العليا بعدم إجراء الانتخابات في قطاع غزة واقتصارها على الضفة الغربية، وأجمعت المواقف الأولية على اعتبار القرار مسيسا ومن شأنه تعميق الانقسام على عكس ما كان متوقعا. يارا العملي، التلفزيون العربي، رام الله. من قطاع غزة ينضم إلينا مراسلنا باسل خلف. إذا باسل، كيف تفاعلت الفصائل السياسية والشارع الفلسطيني خاصة في غزة مع قرار المحكمة العليا إجراء الانتخابات في الضفة واستثناءها في غزة؟ نعم، تحية لك يا شام. نبدأ بالشارع الفلسطيني، هو أصيب بحالة إحباط منذ اليوم الأول الذي أعلن فيه تأجيل العملية الانتخابية منتصف سبتمبر الماضي. على صعيد الفصائل الفلسطينية رسميا، حماس أعلنت في بيان لها رفضها لهذا القرار من المحكمة واعتبرته قرار مسيس ويكرس حالة الانقسام القائم، بالإضافة إلى أنها عبرت عن صدمتها من هذا القرار وقالت بأنها تدعو لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى رفض هذا القرار من المحكمة العليا في رام الله، بالإضافة إلى أن الحركة كما فهمت قبل قليل من قياداتها هنا في غزة بأنها تسعى إلى بلورة موقف مع الفصائل الفلسطينية لوقف ما وصفته ب تفرد حركة فتح بالقرار الفلسطيني، على اعتبار بأن المحكمة كما تقول حماس هي خضعت لقرارات فتح وحركة فتح. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين طالبت الحكومة الفلسطينية بمعالجة تداعيات هذا القرار، بالإضافة إلى أنها قالت موقف جديد، حيث أنها قالت أنها لن تتساوق مع مثل هذا الموقف في المرحلة القادمة أو القرار في المرحلة القادمة، وأنه يضعها في موقف صعب لا يمكن التساوق معه. بقية الفصائل القريبة من حماس، نتحدث عن حركة المقاومة الشعبية، لجان المقاومة الشعبية، حركة الأحرار، هي رفضت هذا القرار واعتبرته قرارا مسيسا ويكرس حالة الانقسام. حركة الأحرار مثلا، وهي حركة قريبة من حماس، لديها مؤتمر صحفي بعد قليل تعلن فيه موقفها، بالإضافة إلى أن كتلة حماس البرلمانية صباح هذا اليوم اعتبرت أن هذا القرار أيضا مسيس وهو هروب كما وصف البيان لحركة فتح من العملية الانتخابية واستحقاقاتها وعجزها عن الاستمرار في استحقاقات العملية الانتخابية التي كان من المفترض أن تكون بعد 5 أيام. نعم. من هذا اليوم، أي في 8 أكتوبر، لكن هذا الموعد ألغي وتأجل ولم تتضح. نحن ننتظر ربما الأيام القادمة القريبة القادمة تحمل العديد من المواقف السياسية خاصة من حماس ومن حركة فتح التي لم تصدر بيانا بهذا الخصوص على الأقل من هنا من قطاع غزة.
من غزة مراسلنا باسل خلف، شكرا جزيلا لك. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس اليوم اجتماعا دوليا حول ليبيا لبحث جهود إعادة الأمن والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي. وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أعلنت أن الاجتماع سيعقد على مستوى كبار المسؤولين دون ذكر الدول المشاركة فيه، وذلك في إطار جهود دعم حكومة الوفاق الوطنية الليبية. وقالت الوزارة إن الاجتماع يأتي امتدادا للزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج إلى باريس، والتي تم خلالها الاتفاق على تعزيز التعاون العسكري والأمني بين ليبيا وفرنسا. قتل 8 عناصر من القوات الليبية المؤيدة لحكومة الوفاق الوطني بعد تجدد المعارك مع مقاتلي ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية المحاصرين في معقلهم السابق بمدينة سرت. وأكد المستشفى الميداني في سرت التابع لقوات عملية البنيان المرصوص حصيلة القتلى. وكانت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الليبي الموالي لحكومة الوفاق قد شنت غارات عدة على أماكن تمركز ما تبقى من مسلحي تنظيم الدولة في سرت. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الكولومبيون يرفضون اتفاق السلام مع المتمردين في استفتاء شعبي. أهلا بكم من جديد. رفض الكولومبيون بفارق بسيط اتفاق سلام مع المتمردين الماركسيين خلال استفتاء جرى أمس الأحد، لتتعطل بذلك خطة الرئيس خوان مانويل سانتوس لإنهاء الحرب الدائرة منذ 52 عاما. وحصل المعسكر الرافض للاتفاق على 50.20% مقابل 49.70% للمؤيدين له، ولم تتجاوز نسبة المشاركة في الاستفتاء 37%، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد. وعقب نتائج الاستفتاء حاولت كل من الحكومة الكولومبية برئاسة سانتوس وحركة الدرب المضي فارك طمأنة الرأي العام العالمي والأمم المتحدة على وجه الخصوص بأنهما سيحاولان إنعاش خطتها للسلام. أكدت الحكومة الهندية مقتل جندي من حرس الحدود وإصابة آخرين جراء هجوم المسلحين على معسكر للجيش في مقاطعة جامو كشمير الخاضعة لإدارة نيودلهي. وشن عدد غير معروف من المسلحين هجوما مباغتا بالرشاشات والأسلحة المتوسطة على قاعدة بارامولا، وتبادلوا إطلاق النار مع قوات الجيش في القاعدة إلى ساعات الصباح الباكر. ويأتي الهجوم بعد 3 أيام من إعلان الهند قصفها مواقع لمن وصفتهم بالإرهابيين الانفصاليين المدعومين من باكستان. أكدت الحكومة الأفغانية أن مسلحي تنظيم طالبان تمكنوا من الدخول إلى مدينة قندوز الاستراتيجية واحتلوا بعض الأحياء السكنية فيها خلال الليل، لكن الجيش الأفغاني زاد من استعداداته وحالة التأهب للدفاع عن المدينة بعد تأكيد طالبان أنها ستجتاح المدينة مرة ثانية. هذا فيما تتحدث مصادر أمنية عن اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي طالبان على أطراف المدينة. والآن مع جولة في أخبار الاقتصاد. أشارت وكالة الخدمات العقارية العالمية Global Property Guide إلى حال من التراجع الشامل يشهدها قطاع العقارات في الشرق الأوسط في الربع الثاني من العام، حيث هبطت عقارات دبي في نشاطها بنسبة 5.9%، أما بالنسبة للعقارات القطرية فقد ارتفع مؤشر القطاع العقاري القطري ب 1.29% في الربع الثاني من العام مقارنة مع 9.38% حققه في الربع الأول. تشهد سوق الأسهم السعودية النشاط السنوي الأسوأ منذ الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة في عام 2008، مع ارتفاع العجز في الميزانية الحكومية للمستوى الأعلى لـ20 عاما، ومع الإجراءات الحكومية الأخيرة بخفض مرتبات الموظفين في قطاعاتها وألغاء العلاوات، جاءت ردة فعل مؤشر تداول أول شيرز مدوية بتراجعه بنسبة وصلت إلى 9.8%.
أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية للطاقة NIOC عن إتمام أول صفقة لها مع بريتش بتروليوم بمليون برميل من الغاز المسال وشحنتين من النفط الخام. يذكر أن إيران تسعى لرفع مستوى صادراتها من النفط الخام إلى 4 ملايين برميل يوميا، هو مستوى ما قبل العقوبات الأممية، وكذلك زيادة حصصها في أسواق الغاز المسال لا سيما الأسواق الأوروبية. مع إعلان رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي نهاية الربع الأول من العام المقبل موعداً لاعتماد المادة 50 من ميثاق الاتحاد الأوروبي والانخراط الواقعي في مفاوضات الخروج، جاءت تصريحات وزير المالية فيليب هاموند قوية وواضحة بأن المفاوضات ستكون صعبة ومتقلبة وأنها ستضفي التأثير السلبي الاقتصادي المباشر، الأمر الذي انعكس في تراجع إضافي في قيمة الجنيه الإسترليني مقابل سلة العملات الرئيسية ب1%. مع الأرقام الرسمية الأخيرة التي أشارت إلى ارتفاع عدد المسنين في اليابان إلى 34,600,000 شخص، أي ما يعادل 27.3% من عدد السكان، وهو المستوى الأعلى بين الاقتصادات المتطورة، طرحت شركة تويوتا روبوت كيروبو الصغير لتسلية المسنين، ويمكن للروبوت الانخراط في محادثات متنوعة لمدة 2.5 ساعة قبل نفاذ البطارية بتكلفة أولية تبلغ 392 دولارا. حدد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام 23 من شهر تشرين الأول الجاري موعداً لليوم الوطني لحماية حوض الليطاني، معتبراً أن كل اللبنانيين معنيون بإنقاذه، مؤكداً أن مشاريع حماية النهر جاهزة للتنفيذ. أنهى التلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون حتى كاد أن يعلن عن موتهما سريرياً، وسرعان ما أدرك المسؤولون خطورة الوضع وضرورة معالجة الأمر، فأطلقوا اليوم الوطني لحماية حوض الليطاني برعاية رئيس الحكومة. إن الوضع الكارثي الذي يعانيه النهر اليوم يستدعي استنفارنا جميعا لمنعه من الموت قبل فوات الأوان. ما نصب إليه هو إعادة تشييد حرمة النهر وإيقاف استباحته والعمل بمنهجية السعي للحد من الكارثة وعدم الاستسلام للمشكلة. يرى الخبراء أن أزمة الليطاني معقدة بعد أن تراكمت مشاكله لأكثر من 30 عاما، ويشددون على ضرورة وجود آليات صارمة لمعالجة التلوث في ظل وجود 600 مؤسسة تقذف بنفاياتها في النهر، إضافة إلى 7 مطامر عشوائية للنفايات تجثم على ضفافه. 52 ضيعة عم يشربوا، عم يتكرر المي تبعهم بالكلور، وهلا بعده قايل النائب علي فياض، مش أنا اللي عم أقول، أوكي؟ الكلور شو بيعمل؟ بيشيل الدم تبع المستشفيات اللي عم تنكب على الليطاني، بيشيل التلوث الصناعي تبع الزيوت وتبع الكيميائيات والمعادن الثقيلة اللي عم بتروح من قلب القرعون على الليطاني الجنوب. اوكي، في حكم بالاعدام، نحن حكينا وقلنا هذا الحكي بالسفير على كل اللي عايشين على حوض الليطاني وعلى النهر وعلى البحيره. اللي عم ينحكى لحد هلا هو بعده مجرد حكي، العبره بالتنفيذ ولا كل شيء ما له اهميه. وقد حدد تاريخ 23 من شهر تشرين الأول أكتوبر موعداً لكي تقوم البلديات المحاذية للنهر بتنظيف مجراه وأغلاق المجاري التي تصب بالنهر. تعود إذن قضية تلوث نهر الليطاني إلى الواجهة ولو من داخل القاعات، ويخشى أهل جوار النهر من أن تكون هذه الحملات مجرد خطوات لامتصاص غضبهم لا أكثر. ميثم قصير، التلفزيون العربي، بيروت. أهم أخبار الدوريات العربية والعالمية في هذه الجولة الرياضية. فرط برشلونة في فرصة ثمينة لانتزاع صدارة الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد أمام إيبار، وذلك بعدما خسر بطريقة مثيرة أمام مضيفه سلتا فيغو ب4 أهداف مقابل 3 في اللقاء الذي أقيم ليلة أمس بملعب بلايدوس ضمن منافسات الجولة 7 من اللاليغا. وبهذه الخسارة تجمد رصيد برشلونة عند 13 نقطة ليتراجع للمركز الرابع
خلف أتلتيكو مدريد وريال مدريد برصيد 15 نقطة. في واحدة من أمتع لقاءات الدوري الإيطالي هذا الموسم، نجح روما في تحقيق فوز صعب على ضيفه إنتر ميلانو بهدفين مقابل هدف واحد في قمة مباريات الجولة السابعة من الكالتشيو، والتي أقيمت على الملعب الأولمبي بالعاصمة الإيطالية روما. وبهذا الفوز يصل رصيد روما إلى 13 نقطة، رفعته إلى المركز الثالث بفارق الأهداف أمام جاره لاتسيو، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد إنتر عند 11 نقطة في المركز التاسع. حقق أولمبياكوس حامل اللقب انتصارا مهما في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة أمام آيك أثينا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في الدوري اليوناني الممتاز لكرة القدم. وبهذا الانتصار احتل أولمبياكوس المركز الثاني برصيد 12 نقطة خلف المتصدر باناثينايكوس، فيما تجمد رصيد آيك أثينا عند 10 نقاط يحتل بها المركز السابع في جدول الترتيب. استهل الإسباني ديفيد فيرير المرشح الخامس لللقب مشواره في بطولة بكين المفتوحة للتنس بفوز على الأوروغواياني بابلو كويباس 6-4 و7-6. وسيواجه فيرير المصنف الثالث عشر عالميا في الدور ثمن النهائي الفائز من لقاء الصربي فيكتور تروسكي والإيطالي فابيو فونيني. افتتح نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو فندقا جديدا، ويشير إلى اهتمامه بالاستعداد للمرحلة التي ستلي اعتزاله لكرة القدم. ودشن نجم ريال مدريد الإسباني في لشبونة الفندق الثاني ضمن سلسلة بيستانا CR7، ومن المقرر فتح فنادق ضمن هذه السلسلة العام المقبل في مدريد ونيويورك. فاز العالم الياباني شونيرو أوسومي بجائزة نوبل للطب لعام 2016 على أبحاثه عن الالتهام الذاتي التي أدت دورا حاسما في فهم تجدد الخلايا وردة فعل الجسم على الجوع والالتهابات. وقالت لجنة نوبل في أن تحولات جينات الالتهاب الذاتي يمكن أن تتسبب بأمراض عدة مثل السرطان والأمراض العصبية، إلا أن المعلومات عن هذه الظاهرة بقيت محدودة إلى أن أجرى يوشينوري أوسومي أبحاثه وتجاربه حولها مطلع التسعينيات، والتي مكنته من الحصول على جائزة نوبل للطب. بهذا نأتي لنهاية هذه النشرة. زوروا موقعنا على الانترنت العربي.tv، كما بإمكانكم إبداء الآراء والمقترحات على صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي. السلام عليكم.